قرار مهم ومصيري خده البنك المركزي النهاردة بتثبيت أسعار الفايدة، وكمان قرر أنه يزود نسبة الاحتياطي النقدي اللي بتلتزم البنوك بالاحتفاظ بيه عنده. طب ليه البنك قرر كده؟ وإيه أسباب الموضوع ده؟ ده اللي هنعرضه في التقرير اللي جاي مع حضراتكم. لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قالت في تقرير رسمي أن البنك قرر تثبيت أسعار الفايدة على سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة بنسبة 12.25%، والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%. وقررت كمان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أنها تبقى على سعر الائتمان والخصم عند نسبة 11.75%، وكمان قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياط النقدي اللي بتلتزم البنوك بالاحتفاظ بيها لدى البنك المركزي المصري علشان تبقى 18% بدل من 14%، وهيساعد القرار ده في تقييد السياسة النقدية اللي بيتبعها البنك المركزي. طب الكلام ده معناه ايه؟ لازم تبقى عارف ان البنك المركزي بيفرض على البنوك الاحتفاظ بنحو 14% من ودائع العملاء الاقل من 3 سنين في خزائن البنك المركزي بدون فوائد. البنك المركزي بقى رفع النسبة دي لنسبة 18% من الودائع الأقل من 3 سنين، وده للمرة الأولى من سنة 2017، وده معناه إن هيبقى فيه 4% إضافية من ودائع العملاء هتدفع عليهم البنوك فوائد، ولكن هتودعها بدون فايدة عند البنك المركزي، وده كمان هيقلل من معدلات السيولة في البنوك وهيدفعها لزيادة العائد على إقراض العملاء المستقبليين وإنهم يشتغلوا على جذب سيولة أكبر عبر زيادة سعر الأوعية الإدخارية خاصة طويلة الأجل، وده بدل من إنها تسيب فائض السيولة لدى البنوك بما يدفعها لخفض الفايدة للإيداعات وتشجيع الاستهلاك. وكمان هيشتغل على امتصاص ارتفاع مستويات الفايدة في السوق نتيجة قلة سيولة الصدمة التضخمية، ويعمل أيضا على تخفيض الدولار. طب ليه رفع الاحتياطي وما رفعش الفايدة؟ رفع الفايدة هترفع تكلفة القروض القائمة على اقتراضها قبل كده على الشركات، لكن رفع الاحتياطي هيرفع الفايدة المستقبلية ومش هيأثر على المديونية السابقة، وهي محاولة للموازنة بين كبح التضخم والنمو الاقتصادي. وكمان رفع الاحتياطي الإلزامي هيثبت أو هيخفض تكلفة الأموال في البنك المركزي، وهي الفوائد اللي بيدفعها على ودائع البنوك خارج نسبة الاحتياطي لديه، لأن الودائع في البنك المركزي بتكون مربوطة بفايدة الإيداع لليلة واحدة أو الكوريدور، وده لأنه هيسحب سيولة أكبر بدون فوائد، وده هيقلل احتمالية دخوله في الخسائر. وخلال الشهور اللي فاتت اشتغل البنك المركزي على توجيه ودائع البنوك عنده من ودائع طويلة الأجل مربوط فايدتها بالكوريدور زائد سعر الفايدة إلى ودائع قصيرة الأجل بسعر الكوريدور أو لمدة أسبوع بسعر العملية الرئيسية اللي هي الكوريدور زائد 0.5%. وفي مؤشرات بتقول كمان ان الكلام ده حصل بسبب ان الاجتماع اللي جاي للجنة هيتم فيه رفع اسعار الفايدة، وده اللي هنعرفه في الايام اللي جايه.